Thank you.
ديرلو 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 بلاصه ادخل يا دخل جبتوا لك اليوم سيزون خلاص لحيدك خليه بعدين الحلقه تصيبه امسكين خلاص خلاص ما تمسوش خليه هنا بدي كلمه نقولها الحراك تعريف الحراك الحراك هو فعل مضارع مستمر باذن الله والقادم اعظم هاي الحرية تاعنا بكري كل اخوتنا بكري كل اخوت والدينا في الارهاب توقع توقع راح يكونوا اولادنا هذا يا ولدي يخدم خلاص عليهم هذا يا راح يحطوا له تحت المعنويات الجيش يا كيد صالح